ما زال الكثير من الغموض يلف مقتل سائقين مغربيين أمس يوم السبت رميا بالرصاص فيما أصيب آخر بالجروح ونجا سائق رابع على أيدي جماعة مسلحة بمالي. وأصبحت كل الفرضيات مطروحة بعد أن شكلت المعطيات الأولى صورة مصغرة عن الحادثة التي استهدفت بشكل مباشر السائقين ولم يكن حادثا عرضيا ولا من أجل السرقة. وفي الوقت الذي قالت الصحف المالية الصادرة صباح اليوم إلى أن عملية إرهابية استهدفت السائقين المغربيين دون غيرهما، حصل موقع الصحيفة على معطيات من مصادر جد موثوقة بأن الاستخبارات الخارجية المغربية دخلت على خط الحادث من خلال تجميع كل المعلومات والمعطيات المرتبطة بالحادثة وتحليل جميع الفرضيات بما فيها أن العملية إرهابية مخطط لها. معطيات موقع الصحيفة تشير إلى أن منذ الإعلان عن الحادثة بدأ التنسيق بين جهاز المخابرات المغربية والأجهزة المالية لتحديد الجماعات التي تنشطه في المنطقة التي تتبع لها بلدة ديديني مكان الحادثة لرسم صورة معينة عن أسباب إطلاق النار على السائقين المغربيين دون غيرهما وعمن يكون وراء هذا العمل المسلح وإن كان الأمر يتعلق بعملية محلية أو لها أبعاد إقليمية. وبدأ وضع فرضية العمل القذرة مطروحا حسب الإعلام المالي كما أن المعطيات الأولية لا تستبعد استعمال المرتزقة لتنفيذ هذه العملية التي استهدفت مغاربة في عملية كان الهدف منها قتل السائقين وكان الأمر يتعلق برسالة معينة أريد منها إيصال شيء ما إلى المغرب. نشكركم على حسن المتابعة.